تعالوا بقى نشوف عندنا الكباب ازاي هنعمله، او الريش. الريش عندنا طريقه، هنعمل اكتر من كذا تتبيله النهارده، يا رب ان شاء الله تنول اعجابكم. خلينا اول حاجه نبدا الريش. احنا جايبين اللحوم من زفار، عندنا الفيليه، عندنا اللحمه الملبسه، عندنا الريش، عندنا حته لحمه نقطعها برده مكعبات. لو ما فيش عندنا قطعه فيليه نقدر نقول لكم نقدر نجيب منين، من اللحمه الضاني حته لحمه نشويها، فممكن احنا ناخد من الكتف على فكره حلو جدا، او الريش، حاجتين اتنين ينفع يتفرموا في اللحم. طيب بالنسبه للكفته، الكفته يا جماعه حاولي ان انت تحطي لحمه ملبسه فيها وانت بتفرميها، ده مهم قوي. تاني حاجه تبقى فيها نسبه من اللحمه الضاني، يعني 60 كندوز او 70 كندوز و30 لحم ضاني، ويا ريت لو فيها مكعب ليه ولا حاجه وتتفرم، ولازم تتحط مع البهارات وتتحط في الفريزر لمده ساعتين او 3 ساعات، وبعد كده تطلعيها وتبداي انت تسمغيها وتشتغلي بيها. كل الحاجات ديت مهمه جدا، اللي انت عشان تاكلي حاجه ان شاء الله زي بره، خصوصا ان احنا بنبقى عندنا الناس بتبقى عامله شوايه كده على قدها، عايزه تشوي على الفحم، ففي ناس ما بتشويش الا من السنه للسنه، فبتبقى لازم عارفه عشان اللحمه تطلع معاكي مظبوطه وما تشدش معاكي. فخلينا نبدا الاول، اول حاجه بالريش ازاي نقدر ان احنا نعملها ونجيب التتبيله بتاعتها. ادي الريش بتاعتنا هنجيبها اهيت من زفار، تمام. وبس انا عايز اقول لكم على حاجه برضو على موضوع المزرعه. يمكن بفضل الله الناس ديت الضغط الضغط مش طبيعي، وهم مبسوطين بجد من الموضوع ديت اللي في الايام اللي فاتت ديت، لان كان عندهم ضغط مش طبيعي في الاوردرات في المحل، وخصوصا في فرع اكتوبر، فكان عندهم ضغط مش طبيعي، فقدروا يوفوا بعض الجزء، والجزء الثاني ان شاء الله يقدروا اللي هم يوفوه امبارح اعتقد عملوا كده، والنهارده. لكن هم خلاص من النهارده مش هينفعوا ياخدوا اوردرات ديليفري، لان هم اللي عايزين بقى ايه، الناس اللي عايز لحمه يروح لهم المحل، يعني اللي عايز لحم من زفار يتجه لفرع اكتوبر اللي هو في مول رنا بعد ميدان الحصري، فرع محترم، تروحي هتلاقي الشيفات هناك واقفين تاخد قطعه اللحمه اللي انت عايزاها وبالهنا والشفا. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا الريش هنعملها ازاي. الريش طبعا احنا بنجيبها الضن او البتلو، يعني سواء ديت او ديت. خلينا نشوف ازاي نقدر ان احنا نعملها بطريقه بسيطه او سهله. اول حاجه بحط عندي ميه بصل، تمام، وبعد كده بحط عندي شويه طماطم، بشر طماطم، او بعد ما تبشري الطماطم تعصريها وتطلعي منها الميه. بعد كده هوت بقوم واخد عندي شويه من الفلفل الاسمر. ركزي بقى في شويه التتبيلات دول عشان والله يعجبوك جدا. الفكره في التتبيله انت تسيبي الحاجه قاعده في التتبيله، دي الفكره بتاعتها. شويه فلفل اسمر، وده اساسي في البهارات. وبعد كده عندي الملح. انا امبارح نزلت فيديو عن بهارات الشوي، هينزل على النهارده على الصفحه، فانا حاطط فيه جدل لحد الساعه 3 بالليل، يعني قاعد في جدل بجد، جدل مع الناس عشان الملح الصيني. الملح الصيني خطر يا شيف، الملح الصيني بيعمل يا شيف، الملح يا جماعه يعني احنا وانا لو حاجه خطر مثلا هشتغل بيها، طبعا في ناس هتبص لي دلوقتي تقول لي لا ده خطر. ايوه وحضرتك بتقولي خطر بناء عن ايه؟ بناء عن واحد طلع على السوشيال ميديا وعمل فيديو وقال لك ده بيجيب وبيعمل وبيعمل. انت بصي لمنظمه الغذاء الامريكيه، شوفي قالت ايه؟ قالت اللي هو ما فيهوش حاجه طالما بنسب. ما هو حضرتك البيكنج باودر لو زاد في المقادير ما هو غلط، البيكربونات لو زاد في المقادير ما هو غلط برضه على صحتنا، اي حاجه لو زادت عن الحد واكله واشربه ولا تصرفه، يعني لو الحاجه زادت عن حدها هتتقلب على طول للضد وهتعمل امراض وكل حاجه. لكن لو انا مثلا استخدمتها مثلا في شويه تتبيله ولا هيحصل حاجه والله نهائي، مفيش اي مشكله خالص في الملح الصيني. لو انا جيت سلقت شويه لحمه وحطيت عليه شويه ملح صيني برضه مش هيحصل حاجه، تمام. لكن بنسب، انا مش بقول ناخد نكبش كده بايدينا ونقوم حاطين على التتبيله وده شيف محمد قال ما فيهوش حاجه، لا انا بقول لك كل حاجه نسبه وتناسب، تمام. زي محسن الكيك، كل الكيكات اللي انت بتاكليها من محلات الجاتوهات اللي بره كلها فيها محسنات كيك، لكن تحط بنسب معينه. طيب سيبك من دي، الكيكات اللي هي الصغيره اللي هي بجنيه وباتنين جنيه، حضرتك بتقعد اكتر من 3 شهور في الشارع بره التلاجه وبنفتح الكيكه وبناكلها، هو ده ايه في الاخر؟ ده حضرتك ده محسنات كلها موجوده جوه، لكن محطوطه بنسبه معينه، ما تعملش ضرر عندك. ساعات لو انت كلت كام كيكه من دول بطنك توجعك، ايوه ما هو عشان انت زودتي، لكن لو كلت واحده مش هيحصل حاجه.
فنخلي بالنا من المواضيع ديت. المواضيع كلها المحسنات والمثبتات كلها، بس لازم تحط بنسب معينه. زي المنفحه، المنفحه بتاعت اللبن لما نيجي نعمل منها جبن، مش اي حد يقوم جايب منفحه ويشتغل منها جبن، لا طبعا، لازم تتحط بنسبه معينه على الحليب عشان تطلع جبنه، تتحط بنسبه معينه عشان تطلع جبنه موتزاريلا، عشان تطلع جبنه كريمي. فالحاجات دي كلها لازم تخلوا بالكم منها، ومش اي حد يطلع يعمل فيديو يبقى احنا لازم نصدقه ونشير، واصل لا ده 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 مش عارف ايه، ده ده كبير جدا، وطالما اتكلم في حاجه زي كده يبقى صادق. لا طبعا، احنا بنمشي حسب في منظمات شغاله على الاغذيه، بنبقى عارفين الحاجه ديت فيها ضرر ولا لا. نرجع هنا بقى للتتبيله. حطينا ميه بصل، وحطينا ميه طماطم، وحطينا شويه فلفل. جميل. وبعد كده هو تقوم واخد عندي شوية من الزعتر وشوية بهار شوي. ادي بهار الشوي، هنشرح بهار الشوي ان شاء الله واقول لك عبارة عن ايه. تمام. حاولي تخلي الحاجة ديت تبقى مية. نجيب عندي الريش بتاعتنا ونبدأ اللي احنا هيت اهي قدام حضرتك، هي حاجة كده، حاجة اللوز ملبن. يلا. تمام. ايه مالها؟ بص، افضل حاجه للتتبيله اللحمه الريش مش محتاجه تسويه. طيب والله لو لقيت حته لحمه كده حسيت ان هي هتاخد تسويه كتير، احط معلقتين خل. معلقتين خل بينجزوا معايا، تمام، بيخلوا الايه اللحمه تبقى دايبه معايا. الفكره في التتبيله ان انت تسيبيها 3 4 ساعات في التلاجة اقل حاجه. نرص عندنا في البايركس عندي. تمام يا باشا. تمام. بعد كده هوت ايه نبدا اللي احنا نسيبها عندنا في التلاجة ونخش على اللي بعده. خش على الكفته. الكفته بقى عباره عن ايه بقى؟ خش بقى على الكفته بتاعتنا، ادي كفته زفار. تمام، عشان هطلع منها الكفته وهنطلع منها هنطلع منها الطرب. تمام. تمام يا باشا، انا تمام جدا. بص بقى حضرتك في موضوع الكفته، الناس اللي بتعمل كفته وبتفك منها على السيخ وبتفك منها على الطاسه ومش عارف ايه، دلوقتي هتروح عند اي عطار زي ما اتفقنا قلنا قبل كده، ال 60 او 70% من اللحمه الكندوز عليها 30% من اللحمه الضاني. تاكدي 100% اللي قليلين قوي اللي بيشتغلوا ببصل مبشور. اي حياتي او اي هتروحين اي حد بتاع مشاوي، اشتغل البهارات على ال 60 جرام على الكيلو من اللحمه. 60 جرام على الكيلو، لا تفل بصل ولا اي حاجه. ليه بقى؟ لاحظي لو انت حطيتي تفل بصل في قلب التتبيله، الكفته من الفود بتاعتك تبقى غامقه، ده طبيعي. طب انت لو بتروح عند اي حد حاتي وهو بيصبغ لك الكفته تلاقيها بيضه حمرا كده زي ما هي، لونها ممرضه، طب ده ايه؟ ما لو اي بصل محطوط فيها المفروض ان هي تبقى تعمل غمقان في اللحمه. لكن افضل حاجه بجد اللي انا جربتها وعلى طول بستخدمها هي بهارات الكفته. طب احط عندي على الكيلو ده 60 جرام. استاذه سلوى، طبعا البهارات دي بتبقى فيها ملح وبتبقى فيها كل حاجه. هسمغ اللحمه بتاعتي لحد ما تبقى معايا زي ما حضرتك كده شايفه. تمام، اهي فرولش في ايديا وتمام التمام. بهارات الكفته بتجيبوها من عند العطار، 50 جرام او 60 جرام بتحط على الكيلو من اللحمه المفرومه. بص، شويه ميه بصل بنحطهم هنا. حلو الكلام. اقوم حاط عندي شويه ده، هصبع 100 كفته. تمام، ميه طماطم، شويه ايه، شويه من الفلفل الاسمر، وبعد كده شويه من الملح، شويه من بهارات الشوي. تمام، ونقوم مقلبين الخلطه ديت مع بعض، ونبدا ان احنا ايه نصبع بيها وهتبل بيها. هنتبل بقى ايه؟ الطرب نفسه. طيب المنديل الطرب لما احنا بنجيبه بنقطعه ازاي؟ اول حاجه لازم اول ما الذبيحه تعمل اللي حضرتك الطرب ده لازم ياخد وقت في التبريد، يعني ما ينفعش تاخديه على طول وهو طازه وتقطعيه، لا سيبيه ياخد وقت في التبريد الاول، وبعد كده تقومي فرداه بايديك كده، ولو لقيتي حته تخينه فيها شويه ممكن تاخديها من المبط تفرديها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى على شكل ظرف اهو.
كله يبقى مقاس واحد. شوف بقى انت عايزة كام واحدة بقى في الآخر. تمام، وده يجيب 2 يا باشا زي الفل. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. اي حتة تخينة ممكن اللي احنا ايه يعني نفردها كده بايدينا ونظبطها ونبدأ اللي احنا نشتغل بيها. هنجيب الكفتة بتاعتنا ونبدأ اللي احنا نسمغها. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخدي اول قطع كده اهوت ولازم ايه تعمليها بايدك، وبعد كده نبدا اللي احنا ايه نصبعها اهي. قطع كده اهوت. تمام، وايديا فيها ميه البصل وفيها ميه الطماطم اللي عندنا، ونظبط التظابيط. هناخد عندنا اللحمة زي ما اتفقنا، اللحمة تكون يعني فيها نسبة من الدهون محترمة عشان نبدأ اللي احنا ايه نسمغها زي ما حضراتكم كده شايفين، ونحطها يعني الكفتة ما نستعجلش عليها ان احنا نصبعها ونقوم حاطينها على الشواية. سيبيها في التلاجة تتشمع شوية، وبعد كده خديها وحطيها على طول عندك على الشواية. لو فضلت كده هو بالبهارات، طبعا هو يفضل طبعا تسيبيها عشان البهارات تمتزج مع اللحمة كويس. اللي عايز يشتغل ببشر بصل او طفل بصل يشتغل، يعني هي مش هتقول لا يعني، بس دي من المستحيلات اللي هي تفك من على السيخ. تمام، تمام، نشيل ونحط في البايركس. هنجهز حاجتنا كده وقت وايه، وناخد بعضنا عم حمدي كده ونشوي ايه مره واحده كده في الاخر. لكن اجهز حاجتي الاول. تمام، قدام حضرتك اهي، وتقوم واخداها كده تضغطي كده اهي كده كده اهو، وبايدينا كده نقوم عاملين كده. وبعد كده عم حمدي تقوم حاطط جايب عندك ميه البصل ديت وميه الطماطم وتصبع بيها كده. تمام اهو اهو، يعني قاعد تتمحشي يا انما ايه. تمام. تعالى بقى ايه نحط عندنا اللي هي حته لحمه كمان. الريش بقى تبليها زي ما احنا تبلناها كده، وبعد ما تتبل هقول لك تعمل فيها ايه. بص اهي دي تضغطي كده كده قدام حضرتك كده، وبعد كده تقوم واخد عندك ميه البصل زي ما اتفقنا كده تقوم حطاها. طيب خلينا نشوف عندنا الريش، بس عشان عندي طريقه انا بعملها، خالتي الله يرحمها كانت على طول تعملها لنا كده، وبصراحه كنا بناكلها على طول من الشوايه، نطلعها ناكلها تبقى حته زبده. فازاي كنا بنعملها؟ حله كبيره بتحطيها والريش عندك بتبقى متبله جاهزه، يعني حوالي 6 ساعات زي ما اتفقنا في التلاجه. احنا مشكله عندنا في موضوع الفحم، اللي احنا ما عندناش خبره في الفحم، فساعات الفحم يبقى كتير يقوم مشيط عندنا اللحمه تلدع وتلاقيها بتشد من جوه. طيب احنا عايزين الموضوع ده نتفاداه عن طريق الخلط، الحركه اللي انا بعملها ديت. بقوم جايب عندي الحله اللي عندي، حط بس سنه كده من الزيت بسيطه. تمام اهو، هشوح الريش بتاعتنا، سيبها كده زي ما هي تتشوح. تمام، وبعد كده بعد ربع ساعه اقوم واخدها واقوم حاطها عندي على الشوايه. خلينا ناخد الطرب اهو، قلت لك ازاي تعملي المنديل، تقطعيه كده وتبدأ ان انت تسمغي كويس جدا عشان ما يفكش الطرب منك على الشواية. مية البصل طماطم وكل حاجة، ونبدأ نرصها هنا. الأخبار اهو، اي حتة تلاقيها كبيرة كده اهوت ايه يعني وطتيها كده صغيرة، وما تحاوليش تحط لحمة كتير في الطرب نفسه.
طيب هنا هنا موضوع الريش ده بينطبق كمان على اللحمه؟ اه طبعا بينطبق، بينطبق على اللحمه، اللي هو نفس الموضوع. اشوح يا ابني اشتغل. ايوه كده تمام اهو. ها يا باشا، نحط ايه شوية طرب كمان كده اهوت، نعملهم عشان نبقى ايه وفينا كده الطرب والكفتة. نبدأ ان شاء الله اللي احنا نجيب الشواية بتاعتنا، عشان هقول لك ايه عن قطعة الفليه. ما هو كل عجل، كل ذبيحة بتطلع عرق فليه. التربيانكو يا جماعة غير عرق الفليه، اللي عرق الفليه بيطلع من ظهر الذبيحة اخر سلسلة الظهر، لكن التربيانكو اللي هو اللحمة الباردة. تمام، ففي فرق بين العرقين دول. طبعا انتوا عارفين اغلى قطعه لحمه هي موجوده هي قطعه لحمه الفيليه، لانها بتبقى حته ناعمه جدا، وكده كده العجل كله اللي تلاقوه 600 و700 كيلو وما فيهوش على عرق فيليه واحد. تمام، عايزين ناخد كمان قطعتين كده، هناخدهم منديل اهو، هنقطع اتنين كده كمان. اهم حاجه زي ما اتفقنا المنديل حضرتك تحطيه في التلاجة عشان تعرفي اللي انت تشتغلي منه بس. زي ما انتوا شايفين ادي الايه الله عليك، شوحي براحتك خالص الايه الريش. هي كده كده اصلا ما تاخدش تسويه، لكن انا عايز اطلعها لك حته زبده كده ايه، وتطلعها من على الشوايه وتاكليها على طول. والله بقى ايه يعني، اتلسعت ما اتلسعتش خلاص خدت الطعم بتاعت الشوي اللي احنا عايزينه من الفحم. طيب في ناس والله بقى ايه، انا امكانياتي يا شيف محمد ضعيفه، ولا عندي شوايه ولا عندي فحم، وعايز اخد طعم الشوي، اعمل ايه؟ حضرتك بتشوحيها كده تمام في حله او في الشعله اللي عندك، وبعد كده تقوم حطها في صاج، وبعد ما تحطها في صاج تقوم دخلها عندك اي فرن الغاز اللي عندك زي ما انت عايزه، وبعد كده تقوم او الكهرباء، وبعد كده تقوم طلعاها حطاها في نفس الصينيه، حاطه في فحميه كده صغيره مولعاها، وحطها في النص وقفلها عليها، تاخدي برضو ريحه الشوايه، عشان في ناس كتير برضو ما عندهاش موضوع الشوايه وما عندهاش اللي هي تجاذب بحاجه زي كده. فان شاء الله كله يشوي كده ان شاء الله، وكله يتبسط باذن الله في العيد. تعالوا بقى ايه نعمل. حاضر يا حمدي، تعالوا ناخد عندنا ادي العرق الفيليه، الصلاه على النبي، ما هو سمكه حوت اهي. ناخد ايه، هنقطع منه الكباب ونروق الدنيا. طيب قبل ما اقطع منه الكباب اقوم ايه واخد كده قطعتين اتنين، يعني انت اعملي كده، خدي القطعتين دهم كده واعملوهم ستيك كده. طبعا هو بيتلف الاول قبل ما تلفيه، والله مش شرط انت تلفيه وهيشتغل زي الفل معاكي. ناخد ثلاث قطع كده ونعملهم ستيك. طبعا لو عايزه تلفي بستريتش لفي عشان يطلع مدور معاكي. انا خدت الثلاث قطع دول يا باشا، انا هدلعهم كده عم حمدي واروقهم ونعملهم ستيك، والباقي ده هقطعه عندي مكعبات صغيره ونعمل منه كباب. تمام، الشوايه جاهزه معايا والريش عندي اتشوحت، وزي ما انتم شايفين منظرها عامل ازاي. هنقوم واخدينها وحاطينها بقى على الشوايه بتاعت الفحم، دقيقتين او ثلاث دقايق نطلعها وناكلها. خدنا بقى قطعه الفيليه، قطعنا منها ثلاث قطع كده ايه قدام حضراتكم كده، يعني يكونوا محملين، واللي عايز يلفها الاول وبعد كده يبدأ يشتغل فيها مفيش أي مشكلة خالص عندنا. طيب بعد كده اهوت نجيب عندنا قطعة العرق الفيليه نقطعه عندنا مكعبات، ونبدأ ايه نعمل من كل واحدة واحدة نعمل فلفل ألوان، ويا ريت نحط مكعب ليا كده في النص عشان نطلع أحلى شوية كباب بإذن الله. أهو حته اللي هي ديت بتدي طراوه جامده قوي، لان طبعا انتوا عارفين ان حته الفيليه ما بتبقى الدهن فيها بيبقى قليل قليل جدا، عشان كده الستيك
تاكليها من الريب اي بتلاقي طعم اللحمه فيه باين اكتر اهو. حاولي بقى ايه المكعبات اللي انت تحطيها بتاعت اللحمه تكون كلها قد بعضها. نص الكفته يا باشا ولا عمرها هتفك خالص على النار، خلاص يعني حطيها كده اهوت واشتغلي بيها بالصلاه على النبي كده حاجه محترمه. بهارات كفته وتحطيها وزي ما اتفقنا تحطيها في التلاجه شويه، هتلاقي حاجه محترمه في الاخر معاكي. لكن بقى ميه البصل وطفل البصل والحاجات دي كلها هتخليها تفك، مجرد حطيها وانت ممكن تكوني مقلله نسبه الدهون اللي فيها، لان معظمنا بيحب يعمل الكفته بتاعت الشوايه عنده في البيت، فالموضوع بيبقى صعب شويه. والكبده زي ما اتفقنا لما تاكليها، اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، اللي انت يعني تسيبي الذبيحه الاول حوالي 3 ساعات الاول، وبعد كده نبدا ان احنا نشتغل فيها. ويفضل اللحمه تاخد تبريد قبل ما تتقطع، يفضل. ادي الفلفل الالوان انهم حاطينه هنا كده اهو، حته ليا كده في النص زي ما اتفقنا، بتدي طعم حلو، تخلي اللحمه طعمها محترم. وبعد كده نقوم حاطينها عشان هنبدا نعمل لها التتبيله المحترمه دلوقتي اللي هنبدا نشتغل بيها. اخر شيش ناخده هنا قطعه ليا صغيره، الصلاه على النبي زي الفل. ايه نحطها هنا كده، وبعد كده نبدا نعمل لها عندنا الايه التتبيله اللي احنا نبدا نشتغل بيها. بص الكفته، بص تجيبيها يمين شمال، بص بقى ايه طريقه ازاي، بص طريقه معاك ازاي، لا شغل عالي. اهم حاجه وانت بتصبعيها ما تطخناش قوي برضو، عشان لما تيجي يعني تستوي معاكي ما تاخدش وقت معاكي في التسويه. تعالى خل هنا نحط عندنا الطرب، نسخن بيه الدنيا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا بقى نشوف عندنا تتبيله مختلفه تماما هنعملها هنا للكباب، نركز فيها. مية بصل، شوية طماطم صغيرين مبشورين، فلفل حلو، بابريكا تدي طعم للشوي حوار، بهارات شوي. بهارات الشوي دي فيها الزعتر وفيها روزماري وفيها الكاري وفيها الفلفل الأسمر وفيها حبهان، فيها كل حاجة. بص بقى، فصين اتنين توم مفرومين، معلقة صلصة طماطم، الله عليك، زيت زيتون. بصي نكهة، نكهة مختلفة تماما. النكهة دي مختلفة تماما للتتبيلة، كل نكهة توديك في مكان تاني. فلفل أسمر، سنة ملح، وما تكتريش ملح، خلي بالك عشان البهارات الشوي فيها الملح بتاعها. وباش نقلب التقليبة المحترمة، الله، خش كده ايه على الكباب. ونقوم واخدين يا باشا الايه التتبيله ديت ونسيبها 3 4 ساعات كده في الثلاجه، تشوي شويه لحمه. والله بجد مش عايز اقول لك هيبقوا عاملين ازاي، يعني خليهم كده اهوت ايه في التتبيله شويه بس الاول، واشوي كده واستمتعي بايه، بصي باللون نفسه بتاع الايه حته اللحمه نفسها. اهو قدام حضرتك اهو الكباب شيشناه وتمام التمام، يعني التتبيله ديت هننزلها تاني ان شاء الله لحضراتكم تاني ونبص عليها. طيب خش على اللي بعده هنا اهو، بقوم ايه ضاغط هنا واقوم مشغل هنا الجريل ده. انا عندي دبل جريل، انا الدبل جريل ده عامل فيه كل حاجه بصراحه، انا فصلته عن بعض، ده يا باشا لوحده وده لوحده، ده هعمل فيه كباب وده هعمل فيه الستيك، مزاج، فاهم ازاي؟ او الاثنين مع بعض حسب الكميه اللي عندي. فانا الدبل جريل انا بستخدمه في حاجات كتير جدا، اللي هو بص اللي هو اهو ده، انا الدبل جريل هو عباره عن ايه؟ ان انا احط الحاجه كده وبعد كده اقوم قالبها كده الناحيه الثانيه تشتغل برضو عندي جريل. دي حاجه كويسه جدا بصراحه. هقلب بقى، بص الكفته، الصلاه على النبي. بص الطرب، طرب ولا فك ولا حاجة، موضوع حلو قوي. ادي الطرب اهوت،
اللي ما عندوش شوايه، هو يعني كل مصر عندها شوايه، اللي ما عندوش شوايه يشتغل على على الشوايه برضه. نقلب الكفته يا سعاده الباشا زي ما اتفقنا، عمرها ما تفك منك ولا حاجه. وهنا الكباب حطيناه هنا. طيب هنخش على الاستيك بقى، قطعتين اللحمه اللي احنا اخدناهم وعملناهم الاستيك نفسه. فبعمل ايه؟ اجيب عند الجريلا بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهوت معانا. نعمل ايه يا عم حمدي؟ عندك حلين. الناس اللي بتحب تنزل حته اللحمه عشان تستمتع بحته اللحمه، تحط شويه ملح وفلفل وتسيبه شويه، وبعد كده تقوم ايه واخداه على النار مع شويه روزماري. او انا عندي حل تاني. ايه الحل التاني؟ تقوم واخده شويه كده من المارينين اللي احنا حاطينه للكباب، ونقوم دهنين بيه الاستيك كده. اه يعني حته اللحمه دي لازم تتدلع بصراحه، لحته اللحمه المدلله في حته في الذبيحه نفسها. اقلب. بص حته اللحمه والله ما عارف امسكها ايه، دايبه فاصلا هي مش هتاخد التسويه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم واخدها كده وندهن، وبعد كده يا عم حمدي نقوم واخدينها بقى ونروح رايحين فين؟ على الجريلا بتاعتنا. طب له فن يا ابني، الله عليك يا حبيب والديك. شاي روزماري. اه محمد ابراهيم، محمد ابراهيم قلت لكم قبل كده المصور الجميل عندنا، يعني هو لو جعان هتاخد منه احلى شغل، لكن لو شبعان مش فارقه معايا يعني. الله الله عليك يا بيه. يلا يا باشا احلى فاصل هنطلعه، وبعد ايه زي ما انتم شايفين كده ايه قطعه اللحمه دي بلاش تهنيها في التسويه، يعني ايه يعني انا احب ايه 5 دقايق وخمس دقايق، مش بقول لك بقى انا اكلها وردي من جوه وبتاع، لا ما تديهاش سوا كتير عشان ما ايه ما تشدش معاك، يعني هي بالظبط 5 دقايق وخمس دقايق، وممكن ادخلها الفرن 10 دقايق كمان وزي الفل، اطلعها وناكلها بالهنا والشفا والله، من غير صوص من غير اي حاجه، شوكه وسكينه ونشتغل. بصي بص الجمدان. شايفين بقى قطعة اللحمة عاملة ازاي؟ ملبن والله. تاخد حتة الستيك بقى، الله اهي، عايز احط فيها زبدة يحط مفيش مشكلة. بص كده في الكازارولا هنا قدام حضرتك اهي، حلو الكلام، استوت كده وجميلة والله، يعني مفيهاش أي حاجة. تقوم واخدها كده ايه شوية العصارة كده عليها من فوق، تمام، وندخلها شوية كده حوالي 5 6 دقايق فين؟ في الفرن، ونطلعها وناكلها بالهنا والشفا. طيب هنا الكباب عندي، بنقلب واحده واحده. سوشي اللي دي قطعه فيليه اللي احنا عاملين منها الكباب، خلاص هتاخد التسويه بتاعتها، اقوم طافي بالفحم اقوم مطلع على طول. هنا هاخد شويه عندي بقدونس، افضل حاجه للمشويات هو البقدونس المفروم. حطي بقدونس كتير في عندك على سيرفيس عشان نبدا نطلع عليه المشاوي ديت، الكباب بقى والكفته واللازم منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى عندي السرفيز، تقدري تحصلي على المنتجات كلها اللي احنا شغالين منها، المعدات ديت من صفحه برايدز هاوس التجاريه. الصفحه ديت هتلاقي عليها كل حاجه، السرفيز اللي احنا بنقدم عليها ديت، والاطباق الميلامين اللي احنا شغالين بيها هابي شيف، اطباق الدراك الجميله المحترمه اللي احنا شغالين بيها بقى لنا اكتر من سنه، ما شاء الله نفس اللمعه ونفس كل حاجه محتفظه بيها. فتقدري ان شاء الله يعني تحصلي على الحاجات دي كلها عن طريق الصفحه وبيوصلوا لحد البيت. تعالوا ناخد عندنا الطرب، الكفتة اهيت بعد ما استوت، ادي قدام حضرتك اهيت، شايفة ما شاء الله عاملة ازاي، شايفة العصارة بتاعتها كل حاجة محتفظة بيها جدا ومفيهاش اي مشكلة. قلنا الكفتة ازاي تقدري تعمليها، الطرب ما شاء الله. هنا بقوم جاي عندي على الريش بتاعتنا، تمام، واقوم واخد عندي دي بقى ايه، ساعة الشواية اللي انا بقولك عليها، شواية الفحم. طب ما حط عليها الريش ديت، بص اصلا انا عايز اوريك منظر، تعالوا كده بص الريش، ايه رأيك؟ خلاص مجرد بقى ما تحطيها وتشم بس النار او تشم الشواية هتاكلي احلى شوية ريش في الدنيا. طيب نقوم واخدينهم كده، النبي اقعد شيل الدهون اللي في الريش، الله يكرمك، يعني خلي الدهون، ولما تيجي تاكلها يا ست ما تاكلهاش بالدهون، مع ان احلى حاجه فيها الدهون بتبقى محروقه كده. وبعد كده عم حمدي وهي شغاله كده اهوت، نقوم ايه مدينها ايه، نظبط لها ايه بقى شويه ايه من البصل، احلى شويه بصل ومشويين، طماطم، فلفل اخضر. ايه يا حمدي؟ تمام. بس تاني حاطط عليه شويه بقدونس مفرومين، بلاش جرجير والنبي، يعني بلاش افتكاسات الله يكرمكم، هو بقدونس حلو قوي، انا مش عارف الناس بتحط جرجير، جرجير ليه؟ جرجير مفروم، الجرجير ده بيمرر معاه الحاجه، مش عارف ايه فايده الجرجير، مش عارف. اه في السلطه طبعا ده عمنا، لكن في تحت المشاوي مش حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. دايبه دوب خلينا نشوف عندنا الطحينه ازاي هنعملها، نركز فيها شكل ايه. الطحينه بعملها بطريقه حلوه قوي، بجيب عند الطحينه بتاعتنا هو السلطات اصلا تنفع او المشاوي تنفع من غير الطحينه او السلطه الخضراء؟ مستحيل. لبنه يا جماعه بقى، الطحينه اديها لبنه، اديها ثوم مفروم، اديها كمون، مش طهيمة، مش اديها عصير ليمونة، سنة خل بسيطة جدا. وبعد كده هو تخال، نقوم واخدين عندنا شوية من المية الدافية وحطينا عليها، ونبدأ ايه ان احنا نقلب. فين الملح؟ الملح اهو، بص اللبنه بقى بتعملك ايه، تديك اللون الفاتح، طبعا تقيله قوي، فاعمل ايه، اخفف عادي، بلاش ميه سخنه قوي في الطحينه اخوانا، يعني ميه دافيه عاديه او ميه من الفلتر والله تشتغل معاكي برده حلو، كل واحد بيتحكم في القوام بتاع الطحينه زي ما هو عايز. في ناس بتضربها في خلاط، اللي عايز يضربها في خلاط برده يضربها مفيش مشكله، لكن احنا مش بنبيع، احنا بنعمل حاجه في البيت اهو. ايوه يا حبي، ايوه يا عم الناس، حاضر. فين الشطه يا حمدي بقى اللي هنحطها هنا يلا شويه شطه كده نروقهم. ادي شويه الطحينه بالقوام الكريمي اللي احنا شايفينه، خش على الشوايه، الله عليك ما شاء الله ما شاء الله. ما تقلب بايدي انت، قلبي بالتونج بقى وبتاع، انا خلاص بقى ايديا واخد على الكلام ده والله، مفيش مشكلة عندي، يعني مفيش أزمة عندي. خلصنا الطحينة، نخش عندي على الإيه؟ أوعى تنسى التقيل، خش على الاستيك. الله
الله، ايه ده؟ ادي قطعة اللحمة الستيك اللي احنا عملناها في منتهى السهولة. نفتح واحدة ونشوفها، هي هتبقى وردي من جوه ده مبدئيا يعني. اهي بص عامل ازاي، بص 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 بص، هي اللحمة هتبقى وردية كده من جوه يا عيني، وزبده والله، حته زبده. الريش زي ما اي حاجه عايزه طعم الفحم، تولعي فحمايه وتحطيها وتقومي ايه قافل عليها. لو ما عندكيش موضوع الشوايه، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. كل العيد ده ان شاء الله كل الناس تاكل وتنبسط وتشوي ويبقى احلى عيد علينا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. زي ما اتفقنا، هو المشاوي طبعا احنا عملنا السلطه الحاتي عشان تطلعها مظبوطه. بتقطعي الطماطم شرايح، بتقطعي الخيار شرايح، بتقطعي البصل زي ما اتفقنا كله بيتقطع شرايح رفيعه جدا مع الفلفل الاخضر. اهم حاجه في السلطه الحاتي اللي انت تحط الخل، ده رقم واحد في التتبيلات في السلطه، بالذات السلطه البلدي. شويه الملح، شويه الكمون، شويه الشطه، ميه عشان تطلعي منها الويسك اللي انت عايزه تشربيه منها. الطحينه اللون الفاتح اللي انت بتشوفيه ده ممكن تحط بالزبادي، عايزها زبادي او ممكن تحط عليها لبنه، تمام، لبنه او لبنه او زبادي. وبعد كده حطينا شويه كمون، ثوم مفروم، خل، وعصير ليمون، وشويه ملح صغيرين، وشويه شطه، وثوم مفروم، وقلبنا كل الكلام ده مع بعض، وبدانا نحطها فين؟ على الطحينه. الناس اللي بتحبش طعم الثوم يبقى زعق في الاكله كده او في الحاجه، فممكن حضرتك اللي انت تحطي ثوم باودر، مفيش مشكله، على سلطه الطحينه. او تاخد الثوم لازم تفرميه، يبقى فرم ناعم جدا جدا فيه. بالنسبه لقطعه الفيليه، احنا جبناها او عرق الفيليه من زفار، بدانا نقطعه عندنا، خدنا نصه وقطعناه كباب، والنص الثاني خدنا منه ثلاث قطع كده محترمين، وعملنا منه استيك محترم جدا، وبدانا ان احنا نقدمه على السرفيز. بالنسبه للريش، جيبيها وتبليها وظبطيها وشوحيها على النار، تبك الميه بتاعتها، وبعد كده تقوم واخداها حطها على الشوايه. مفيش بالظبط دقيقتين اتنين او اربع دقائق هتلاقيها طالعه واخده طعم الشوي، وهتلاقيها دابت في بقك. بالنسبه للكفته والطرب، اتفقنا عشان ما تفكش منك على سيخ، ان انت بتحطي اللحمه المفرومه تبقى ملبسه ومعاها بهارات كفته، فعمرها ما تفك منك وهتطلع بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. كل منتجات زي ما اتفقنا من اطباقنا، اطباق راك. على فكره كل الاشكال اللي انت بتشوفوها معانا في المطعم، في اكتر من كده بكتير، هتلاقيهم على الصفحه، يعني في اكتر من كذا شكل هتلاقوه للاطباق اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، موجوده على الصفحه. طجني فيها، اعملي فيها اللي انت عايزاه، هتشتغل معاكي. شكل صحيه جدا، كلنا بنبقى عندنا اطباق بتبقى صيني، وبص عليها كده هتلاقيها متخربشه كده، فيها علامات سودة. العلامات السودة دي كلها بتكون بكتيريا وانت مش حاسه بيها، دي مستحيل يحصل فيها خربشه. يعني لو جبت شوكه وسكينه وقعدت امسك في الطبق عمرها ما تتجرح معايا، خلي بالك من الموضوع ده. يعني انا السكينه اهي، ساعات احنا بنجيب اطباق طبق الصيني ونجيب شوكه وسكينه وبناكل، فالتجريح ديت لو اللي هي طبق اتجرح، تعرفي ان الطبق ده مكوناته مش طبيعيه 100%، فبالتالي بيتكون بكتيريا في مكان ما احنا بنبدا اللي احنا نجرح مكانه، يعني مكان التجريح بيبدا يكون حاجه سودة كده، ومهما انغسلت فيها تفضل العلامات دي موجوده. دي مستحيل، دي ما بتجرحش خالص.